طيب الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، موضوع التوسل من الأهمية بمكان، بل اللي بيقدر فيكم يفهم موضوع التوسل والشبهات التي حوله كلها فقد فهم أكثر من 70% من شبهات الصوفية حول الإسلام، حول العقيدة والتوحيد. أقوى الشبه بتاعتهم اللي بيجيبوها هي في موضوع التوسل يا جماعة. فاللي بيحفظ الشبهة دي والرد عليها تمام، ده إن شاء الله فات 70% من الشبهات تحت الصوفية كلها حول الإسلام، لأنه أغلب شبهات الصوفية حول الإسلام والتوحيد هي في موضوع شنو؟ وهم عارفين الكلام، هم ذاتهم عارفين. أنت قال المعلومة دي ما عارفينها؟ عشان كده لو مشيت مسجد اتكلمت عن إنه دعاء الميت شرك بالله وما تدعو الأولياء وكده، بيقوم لك صوفي بيقوم بيديك شبهات شنو؟ مع ان الموضوع ده براو دعاء غير الله والتوسل براو، بيلف الموضوع يقول لك هذول ده توسل ويبي لك الشبهات. واذا انت بقيت ما عارف بيوحي لك والله، بضحك فيك الناس. عشان كده لازم الكتاب ده يومي تقرا تحفظه براسك. ليه ده ضعيف الحديث ده؟ لانه فيه اسناد فلان. وذاك ليه توسل ادم بالنبي صلى الله عليه وسلم ليه باطل؟ لأنه بإسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو حديث باطل الموضوع. من قال؟ الذهبي. تكون فاهم. طيب قالوا في رواية ثانية ما لا برضو باطلة، لأنه بإسناده عبد الله بن مسلم الفهري. تكون فاهم، حافظ الكلام ده، حفظ براسك. وإلا أنت ما موضوع مشكلتنا مع الصوفية ما بتكون عارف. والبلدي صوفية فيها كتار يا جماعة، كتار مضللين الناس زي كله في جميع القرى والمدن والبوادي. فلو ما حاربتهم بالعلم، بالتأصيل العلمي، ما هتقدر تحاربهم. الحماس ما ينفع براو، لابد تحفظ يا جماعة. العيين الكثير في الفيسبوك والواتساب وغيره، خلوا ركزوا، انظروا في الكتب دي أكثر حاجة عشان تتعلم. طيب حديث الضرير هو حديث عثمان ابن حنيف رضي الله عنه. الحديث صحيح وبينا معناه، مش كده؟ بكلام كثير جدا جدا نقلناه. الصوفية بيجيبوا بالحديث ده، ما نحن بينا لهم انه حديث الأعمى ده بيتكلم عن شنو؟ بالفهم الصحيح، انه توسل بدعاء الرجل الصالح شنو؟ الحي. لأنه الأعمى جاء من بيته للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول حي، وقال له يا رسول الله ادعو الله لي أن يرد عليه شنو؟ بصر. الموضوع كان موضوع دعاء، إنه طلب من الصالح الحي الدعاء. الصوفية قام عندهم زيادتين في الحديث ده، روايات جاءت فيها زيادتين، دي بيجيبوا فيها شبهات عشان يثبتوا لك انه الحديث ده ما للرجل توسل بدعاء الرجل الصالح الحي، انه الحديث ده قالوا بيشتغل انك تتوسل بالميت برضه. عشان كده جابوا شبهتين والزيادتين اللي حنناقشها هسع. والشبهتين ديل جابوا واحد صوفي مسلط في كلية الطب في جامعة الجزيرة، كان مناظرة بينه وبين اخونا شيخ شهاب ورد عليه والحمد لله. فجابوا الشبهتين ديل وركز عليهم شديد، هم بجيبهم. ايوه الزياده الاولى، الزياده الاولى زياده حماد بن سلمه قال حدثنا ابو جعفر الخطمي فساق اسناده من روايه شعبه وزاد في اخره وان كانت لك حاجه فافعل مثل ذلك، رواه ابو بكر بن ابي خيثمه. الزياده وين؟ وان كانت لك حاجه فافعل مثل ذلك. قالوا معناته الكلام ده
اي زول داير حاجه الليله برضه يقوم يتوضا ويصلي ركعتين ويقول اللهم اتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه، يا محمد اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. هسه تعمل الكلام ده لانه قالوا في زياده للحديث ده، وان كانت لك حاجه فافعل فذلك. رواه ابو بكر بن ابي خيثم في تاريخه فقال حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا حماد بن سلمة به قال شيخ الالباني. طيب الزياده دي يا جماعه زياده ضعيفه ما صحيحه. ليه؟ لانه حماد ابن سلمة تفرد، هو الوحيد الروى الزياده دي، يعني تفرد بها حماد ابن سلمة رحمه الله. طيب وخالف فيها بتفرده هذا رواية شعبة، وشعبة هو أجل من روى هذا الحديث، أجل من روى هذا الحديث حديث الأعمى هو من يا جماعة شعبة رحمه الله. فالزيادة فيها وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، ما في أحد من الرواة جاب أبدا إلا منه حماد بن سلمة. فحماد بن سلمة هنا عارض بها رواية شعبة، وشعبة أعظم وأجل وأوثق وأعدل في رواية الحديث من منه؟ من حماد بن سلمة. وفي قاعدة إنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ده بضعف رواية شنو؟ الأقل توثيقا، بتكون روايته ضعيفة. ده كلام مجمل، بعدنا إلى تفصيل العلماء أقرأ. قال شيخ الألباني رحمه الله تعالى وقد أعل هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الجليلة بتفرد حماد بن سلمة بها ومخالفته لرواية شعبة وهو أجل من روى هذا الحديث، وهذا إعلان يتفق مع القواعد الحديثية ولا يخالفها البتة. وقول الغماري في المصباح بأن حمادا ثقة بالرجال الصحيح، وزيادة الثقة مقبولة، غفلة منه أو تغافل عما تقرر في المصطلح أن القبول مشروط بما إذا لم يخالف الراوي من هو أوثق منه. قال الحافظ في نخبة الفكر والزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. وخلاصة القول. طيب قبل خلاصة القول، يعني شنو الكلام ده؟ سهل الكلام ده، سهل. عندكم حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده الركن الأول، وإقام الصلاة الركن الثاني، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، الخمسة. جراوي ثاني قال ذكر الخمسة ذيل الحج والصيام وكذا لحد الحج والصيام، قال وبر الوالدين، في زيادة ولا ما في زيادة؟ العلماء يجيبوا الحديث ذا فيه خمسة أركان وذاك فيه ستة، ده في ركن زايد، بيشوفوا راوي الحديث ذا وراوي الحديث ذا. إذا كان راوي الحديث بتاع الستة أقل توثيقا من راوي الحديث بتاع الخمسة، بيجعل رواية صاحب الستة ده شاذة، والشاذ قسم من أقسام الأحاديث الضعيفة، وبيجعل رواية صاحب الخمسة محفوظة يعني صحيحة. فهمتوا يا جماعة؟ فهنا شعبة ما جاب الزيادة دي، فإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، وهو أجل من روى هذا الحديث، وهو أوثق من منى جماعة حماد بن سلمة. حماد بن سلمة جاب زيادة، يبقى زيادة حماد بن سلمة ماله؟ شاذة يعني ضعيفة، ورواية شعبة ما فيها الزيادة دي اسمها شنو؟ محفوظة يعني صحيحة. جايك عبد الله الغماري، ده صوفي هو يعلم، يعني عنده شوية علم في المصطلح زي الكوسري والجماعة المجار مدير،
تعنى الصوفية اللي بيأصله للصوفية ونز علوي المالكي اللي بيشيلوا منه من ناس حميد بابكر الشبهات والشركيات وذاك اسمه السقاف برضو. لا ذيل ما تبع ناس حميد داود وحميد بابكر، ذيل تبع ذيل ضنب. الأصلي وين؟ الأصلي عن ناس السقاف الناغش والألباني وعن ناس علوي المالكي وعن الكوسري وعنده عبد الله الغماري الزكا وعبد الرحمن حامد، ديل كلهم صوفية، هم اللي بيأصلوا للناس دي. فهمت الحتة دي؟ هم اللي بيضعوا لهم الشبهات والكتب وفي قولهم في النت، ديل بيشيلوها بيقروها وبيجيبوها لك. انت تقول لك حقين ان السودانيين ده اللي بيحفظوا حاجة ولا بيألفوا حاجة؟ ما بيألفوا اي حاجة، بيشيلوا من ديك بس. فالغماري قام عشان يطفي الحقيقة دي، انه الرواية بتاعت حماد بن سلمة الزيادة ضعيفة، قام قال الكلام ده. قال حماد بن سلمة ثقة وهو من رجال الصحيح، وزيادة الثقة مقبولة. ده الكلام اللي قاله عبد الله الغماري الصوفي. قام الشيخ الألباني يرد عليه، قال فعلا زيادة الثقة مقبولة صح، لكن بشرط. الشرط ده الساو عبد الله الغماري بيعرفه، لكن ده الساو. الشرط شنو؟ زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف من هو أوثق منه. فإذا خالف من هو أوثق منه فزيادة شاذة، ومن خالفه الرواية شنو؟ محفوظة. فهمت يا جماعة؟ يبقى الموضوع ده داير علم ولا ما داير علم؟ داير علم يا إخوان. إذا كان زي الغماري وغيره من الصوفية علماء يبينوا ضعف الحديث وإنه ما صحيح، تاني يمشي يبحث عشان يقوي الحديث. ليه التعب ده كله؟ ليه؟ عشان يأصل الشرك للمجتمع يا جماعة. فإذا أنت ما بتقدر كطالب علم وداعي سلفي تزيل الشرك من الأمة الليلة إلا بالعلم، والعلم داير له تعب زينا. ما تقوى تضيع زمنك النهار كله تيتك 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 وشايل معاك البتاع اسمه جنا يا بشمهندس باور بانك، شايله معاك وجاربه وكري معاك عشان الموبايل لانه حيقطع وانت ما تضيع زمنك. اقرا الكتب دي واتعب. ونقل كلام ابن حجر في نخبة الفكر من اعظم الكتب في المصطلح. والزيادة مقبولة ما لم تقع، يعني زيادة الصيغة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق. ده الشرط، ده الشرط هنا. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله شنو؟ الشاذ. وده الحصل في هذه الرواية. وخلاصة القول، وخلاصة ده تلخيص للكلام تاني. أيوة. وخلاصة القول إن الزيادة لا تصح لثبوتها، ولو صحت لم تكن دليلا على جواز التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، لاحتمال أن يكون معنى قوله فافعل مثل ذلك يعني من إتيانه صلى الله عليه وسلم في طيب. حال حياته. النقطة الأولى قال لك الزيادة غير صحيحة لأنه يعني شاذة. النقطة الثانية قال لك لو فرضنا إنها صحيحة، منو قال لهم معنى وإن كانت لك حاجة مثل ذلك، وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، معناته إنه بعد موته. منو قال كده في الرواية؟ ما في بعد موته، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ربما معناها إن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك. الرجل عمل شنو؟ جاء النبي حي ولا ميت؟ حي. خلاص اذا حصل لك حاجه تاني انا حي، تعالي تاني عشان ادعو لك تاني الله وتتوسل بدعائي بالطريقه اللي وريتك لهذا الموضوع ده اذا قلنا صحيحه ذاته. نعم. لاحتمال ان يكون معنى قوله فافعل مثل ذلك يعني من اتيانه صلى الله عليه وسلم في حال حياته، في حال حياته زي ما جاء في حال حياته. ايوه. وطلب الدعاء منه والتوسل به والتوضؤ والصلاة والدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، والله أعلم. والله ده كلام متين يا أخوانا، كلام متين وكافي وشافي. نعم. الزيادة الثانية. الزيادة الثانية أخرجها، إحنا هنمشي بسرعة شوية يا جماعة هذا نخلص الليلة إن شاء الله. أيوة. أخرجها الطبراني من طريق عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا ينتبه إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى ذلك إليه، فقال له عثمان
ائت الميضة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك إلى آخر هذه الزيادة. طيب الزيادة دي جابوها لي الصوفية قالوا برضو الحديث بتاع الضرير بتاع الأعمى ده بجوز تقول نفس التوسل الدعاء ده ولو بعد وفاة الرسول. ليه؟ لأنه قالوا الرواية جبناها الثانية دي كانت في عهد عثمان بن عفان لما كان أمير المؤمنين، وعهد عثمان بن عفان بعد وفاة من يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفتوا شبهاته من؟ نعم. قال الطبراني وشبهاتهم الثانية قالوا إنه الطبراني قال الحديث صحيح، كيف تضعفوا انتم؟ نعم. لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أو سعيد المكي وهو ثقة. أبو سعيد المكي وهو ثقة، وهو الذي يحدث عنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلي. وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة، تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة، والحديث صحيح. ده كلام منه؟ الطبراني. نعم. نشوف الرد. قال الشيخ الألباني رحمه الله لا شك في صحة الحديث، وإنما البحث الآن في هذه القصة التي تفرد بها شبيب بن سعيد كما قال الطبراني. وخلاصة القول في هذه القصة أنها يعني الألباني قال شنو؟ قال الحديث صحيح لكن القصة ده موضوع براو لأننا ناقشها. يعني كلمة الطبراني والحديث صحيح ما قاصد القصة دي، قاصد أصل الحديث كلنا متفقين نحن والصوفية أنه صحيح. والأعمى أوجى من البيت وقال يا رسول الله ادعو الله يرد عليه بصري، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال بل ادعوه، قال ائت الميضة وتوضأ لحد ما انتهى. أما القصة اللي هم جابوها بتاعت إنه الكلام ده كان حصل تاني في عهد عثمان بن عفان، والرجل بيخش على عثمان وهو أمير المؤمنين يقول لي أخديني حاجة، يطلب كأنه مال ولا حاجة، عثمان قال لا يلتفت إليه ولا شغال بيه، دي ما صحها الطبراني. وحيجيك الكلام الحتة اللي فيها شبهة دي ما صحها الطبراني. الطبراني صحها الحديث، عرفناه كيف؟ لأنه الحديث رواه شعبة. فالطبراني قال الطبراني لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد وهو ثقة، وهو الذي يحدث عنه كده. وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي إلى أن قال والحديث صحيح. يعني الطبراني بيصح حديث منه شعبة، وشعبة ما روى القصة دي، شعبة بس حده الحكاة ورواه الحديث الصحيح المتفقين نحن والصوفية أنه صحيح قصة الأعمى. لكن القصة إنه جل عثمان بن عفان وكان أمير المؤمنين وقال له امشي سوي كده عثمان بن حنيف في زمن عثمان بن عفان، دي ما رواها الطبراني، ما صحها الطبراني. الطبراني يقصد حديث شعبة، وشعبة ما روى القصة دي أصلا، روى الحديث بس بتاع الأعمى. الزيادة بتاعت القصة دي ما روى شعبة. نعم. هيجيك الكلام الآن. وخلاصة القول واضح يا جماعة الكلام ده؟ وخلاصة القول في هذه القصة أنها ضعيفة منكرة لأمور ثلاثة. أولا القصة دي ضعيفة منكرة لثلاثة أسباب. الثلاثة أسباب دي لو ما حفظتهم ما مشكلة، احفظ لي واحد بس، أي سبب واحد بوريك إنه القصة دي شنو؟ ضعيفة. نعم. ضعف حفظ المتفرد بها. واحد المتفرد بالقصة دي حفظه ضعيف، وهو من؟ حيجيك. نعم. قال ابن عدي كان شبيب لعله ابن عدي ده صاحب الكامل من علماء الحديث، علماء الجرح والتعديل، عنده كتاب الكامل. نعم. كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا كان من حفظه، وأرجو أن لا يتعمد، فإذا حدث عنه. طيب الحفظ ضعيف، من هو؟ شبيب ابن سعيد الحبطي المكي. شبيب ابن سعيد الحبطي المكي هو تفرد بالقصة دي، وهو حفظه شنو يا جماعة؟ ضعيف، وتفرد بها براو، يبقى القصة مالها ضعيفة. نعم. والقال إنه
شبيب بن سعيد الحبط المكي ده حفظه ضعيف، قال منو؟ ابن عدي. كتابه اسمه شنو؟ الكامل. موضوع انت يبقى كده شوف انت. نعم. فإذا حدث عنه ابن أحمد بأحاديث يونس فكأنه يونس آخر، يعني يجوّد. نعم. وهذا الكلام يفيد أن شبيبا هذا لا بأس يعني يعني شبيب ده إذا حدث من حفظ براو بيهم ويغلط، أما إذا حدث قال عنه ابن أحمد اللي هو أحمد ابن شبيب ابن سعيد الحبطي المكي، إذا حدث عن أبوه هنا بيكون روايته شنو؟ صحيحة. أما إذا حدث عن غير ابنه من 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 حفظه أو حيجينا قدام أو من رواية عبد الله بن وهب عنه برضه روايته ضعيفة ما صحيحة. حيجينا كلام الحافظ بن حجر. وهنا ما حدث عنه ابن أحمد، إنما حدث من حفظه عن عبد الله بن وهب، يبقى الرواية دي بالذات ضعيفة. نعم. هذا الكلام يفيد أن كلام ده يا جماعة زولو بيكرره كثير بيقراه تاني بيدي قراية بيبقى له سهل زي شرب المي تاني أي صوفي يقدر ينشر الشرك ويجوز دعاء غير الله لأنه كذا لا 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 في إسناده تقول له شبيب ابن سعيد الحبطي المكي وده جرح ابن عدي صاحب الكامل، ولو كان حدث عنه ابن أحمد ابن شبيب ابن سعيد الحبطي المكي كان تكون روايته صحيحة، لكن ده من رواية عبد الله ابن وهب عن شبيب ابن سعيد الحبطي المكي يبقى ضعيف. سلام عليكم. لازم تحفظوا الكلام ده، والله ما تحاربوا الشرك إلا كده بالعلم يا جماعة عشان ما تضيع زمنك. الأنبياء دل تعبوا لحد ما نشروا التوحيد ده، فإنت لو ما تعبت دايرة باردة ما بتنشر لك دين ولا بتنشر لك توحيد ولا ربنا بيرفعك، بقدر النصب والتعب والجد والاجتهاد بقدر ما تكون الرفعة يا جماعة والثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وبعدين نحفظ كلام فارغ كثير، كلام فارغ كثير ما عنده أي معنى بل يضر ذات ولا ينفع، سياسة وغالة فلان وكلام كثير ذات ناشرينه جماعة في الفيسبوك وللأسف سلفيين كمان مش حزبيين، سياسة حاكم الفلاني يسويه الملك الفلاني ما ممكن يا اخوان، ده هو الدين، العقيدة دي هو الدين. انا ما بعرف ليه اساس للدين ده غير العقيدة والتوحيد، وعشان تكون انت من حماة العقيدة ما بتحميها بسلاح وكلاش، تحميها بالعلم يا جماعة قبل اي سلاح تاني. نعم. فهذا الكلام يفيد ان شبيبا هذا لا بأس بحديثه بشرطين اثنين. واحد، انا طريقتي يا جماعة بلخص الكلام اول شيء بعدك بخلي اخونا معتز يقراه، البقراه ده انا لخصته لك. نعم. واحد، ان يكون من روايه ابنه احمد عنه. اثنان، ان يكون من روايه شبيب عن يونس، والسبب في ذلك انه كان عنده كتب يونس ابن يزيد كما قال ابن ابي حاتم عن ابيه، فهو اذا حدث من كتبه هذه اجاد، واذا حدث من حفظه وهم كما قال ابن عدي. واضح. وأيضا قال عنه الحافظ ابن حجر شبيب بن سعيد التميمي الخبطي الحبطي لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب. نعم، ابن وهب ده عبد الله ابن وهب. نعم. ثانيا، الاختلاف على أحمد فيها، فقد أخرج الحديث ابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم من شوف الزيادة فوق في صفحة 15 أول سطر صفحة 15 قال الزيادة الثانية أخرجها الطبراني من طريق من؟ من طريق من يا جماعة فوق؟ السطر الأول صفحة 15 أيوة أبو همام قال أخرجها الطبراني من طريق منو؟ ده عبد الله بن وهب، قالوا هنا ابن حجر قال شبيب ده حديثه بيكون صحيح، قال شنو؟ اقرا كلام ابن حجر، قال شبيب بن سعيد التميمي الحبطي لا بأس بحديثه، يعني حديثه بيكون صحيح 200 من رواية ابن احمد عنه لا من رواية ابن وهب. يلا ارجع صفحة 15 السطر الاول، من رواية ابن احمد ولا من رواية عبد الله بن وهب؟ اذا الحديث ده ماله؟ ضعيف. قال الكلام ده منو؟ ابن حجر. ده الصوفي ذاته ما يقدر يفرفر معاك، لأنه يقول له ابن حجر قال
شبيب ده بالذات، شبيب بن سعيد التميمي الحبط المكي ده، إذا جاب حديث من رواية ابنه ولده أحمد ده بيكون صحيح، وإذا حدث من حفظه بيكون ضعيف، وإذا روى عن عبد الله بن واب برضه بيكون شنو؟ ضعيف. وقصتك دي يا صوفي جبتها دي من رواية منه؟ عبد الله بن واب، ضعيفة. كما قال الحافظ ابن حجر إنه إذا جاءت من رواية عبد الله بن واب ما له؟ ضعيف. موضوع أنت. ثانيا الاختلاف على احمد فيها وقد اخذ ده سبب ثاني لتضعيف شنو الحديث. الاول ذاك لو ما عرفته سبب الثاني ده بكفيك، الثاني لو ما عرفته الثالث بكفيك. نعم. فقد اخرج الحديث المسني في عمل اليوم والليله والحديث فقد اخرج الحديث ابن السني في عمل اليوم والليله والحاكم من ثلاثة. ابن السني عنده كتاب اسمه عمل اليوم والليله، والكتاب ده بيتكلم عن الاذكار، أذكار الصباح والمساء وكذا ودخول الحمام والأذكار. وأصحاب كتب الأذكار بالذات ابن السني وغيره من الكتب وكتب الأذكار بيوردوا كل ما وجدوا، يعني شرطهم ما الصحة، لكن عشان يبرئوا نفسهم أمام الله بعدين بيجيب لك الحديث بالإسناد، بعد العالم يشوف إنه حديثه صحيح ولا شنو ولا ضعيف. عشان كده الصوفية لما نجيبوا الشركيات والحديث اللي فيها استغاثة بغير الله وزي حديث عباد الله احبسوا واغيسوني وكده بيمشوا للكتب دي، والأذكار برضو للنووي برضو، وعمل اليوم والليلة لابن وغيره ابن السني وغيره من الكتب. ابن تيمية في قاعدة جليلة جاب الكلام ده ذاته، قال ديل ما اشترطوا الصحة، قال بل كانوا يريدون كل ما يجدونه في الباب بس بيجيبوا كله. الصبية عارفين المعلومة دي بس ما شو الكتب دي بس، لا ما شو صحيح البخاري ده صحيح مسلم بس دي، وجابوا حديث غيسوني وعينوني وكده هنا جابوا من هنا. فابن تيمية رحمه الله من غزارة علمه قال ليك الكتب أصلا ما يعتمد عليها، كتب بتاعت رغاية فيها الصح وفيها الغلط وفيها الباطل والموضوع والمكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام وفيها الصحيح. والحاكم من ثلاث طرق، لكن رغم ده ابن السني والحاكم روى الحديث بتاع الأعمى ده من ثلاثة طرق خلاص، لكن ما جابوا القصة دي، والطرق جاءت من عن أحمد بن شبيب، يعني طرق ما له صحيحة ولا ضعيفة. طيب إذا كان من طرق عبد الله بن واب عن شبيب بن سعيد التميمي الحبط المكي بتكون شنو؟ ضعيف. فقال لك جاءت من طرق صحيحة ثلاثة طرق، ابن السني والحاكم وغيره بدون القصة دي، مما يدل إنه الراوي بتاع القصة دي تفرد بها برا. نعم. من ثلاث طرق عن أحمد بن شبيب بدون القصة. ثالثا مخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث، لأن الحديث رواه أيضا عون ابن عمارة البصري، عمارة ابن عمارة البصري 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 ثنا روح ثنا اختصار لحدثنا، ثنا اختصار لشنو؟ حدثنا. في كتب الحديث تلقى أحيانا حدثنا وأحيانا شنو؟ ثنا زيدي، فثنا يعني حدثنا. أيوة. روح ابن القاسم به أخرجه الحاكم، وعون هذا وإن كان ضعيفا فروايته أولى من رواية شبيب لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي. طيب السبب الثالث لتضعيف القصة دي شنو؟ إنه خالفت الثقات عبد الله اللي هو شبيب بن سعيد المكي، خالف الثقات الذين لم يذكروها في الحديث، لأنه قال الحديث رواه أيضا غير شبيب بن سعيد المكي، رواه أيضا عون ابن عمارة البصري عن روح، حدثنا الروح بن القاسم، وعون بن عمارة ده هو ضعيف عند المحدثين، لكن رغم إنه ضعيف روايته أولى من رواية من يا جماعة شبيب. ليه سبب؟ ليه؟ لأنه وافق رواية شعبة، وشعبة أجل من روى هذا الحديث قبل حديث الأعمى، ووافق رواية حماد بن سلمة برضه عن أبي جعفر الخطمي، فخالف يا جماعة شبيب بن سعيد، خالف الثقات الذين رووا هذه القصة. نعم.
ملاحظة وهي أن الطبراني إنما صحح الحديث فقط. من الكلام الجميل. طبراني قال والحديث شنو؟ صحيح. أنا سمعت عن محمد المنتصر الليزيري جاب الشبهة دي، القصة الضعيفة دي، وقال وقد صححها الطبراني. كذاب. الطبراني صحح شنو؟ حديث الأعمى. اليوم احنا زادنا متفقين انه شنو؟ انه صحيح. اما القصة الزيادة دي انه جاء في عهد عثمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن حنيف لقى الرجل اللي كان بيمشي لعثمان بن عفان وقال ما شغال به، ودي ذاته كيف ما عارف، وقال جاء قال لي يا اخي انا بقول لك هذه الميضة وتوضى وصلي وقول اسألك يا نائب نبي الرحمة واتوجه اليك يا محمد اني توجهت بك الى ربي. قال حاجة وقضى. شفت كيف؟ فالطبراني ما صحح القصة دي، صحح الحديث وصحيح، اما القصة دي ما صحح. وهي أن الطبراني إنما صحح الحديث فقط دون القصة. ليه؟ لأن الطبراني قال فقد روى الحديث شعبة كذا كذا والحديث شنو؟ صحيح. فالطبراني قاصد حديث شعبة، وشعبة ما روى القصة الزيادة، إنما روى حديث الأعمى بس، حديث المعروف عنده الصحيح. نعم. فقد روى الحديث شعبة والحديث صحيح، فهذا نص على أنه أراد حديث شعبة، وشعبة لم يروي هذه القصة. فلم يصححها إذن الطبراني، فلا حاجة لهم في حجة. فلا حجة لهم في كلامه. قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذه الزيادة فيها عدة علل، انفرد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه، وإعراض أهل السنة عنها واضطراب لفظها، وأن راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة، ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة فلا حجة فيها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه، فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع في حياته، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به، فلما مات لم يتوسلوا به. نعم، والله ده استدلال قوي جدا. لو كان الزيادة دي عند الصحابة وصحيحة وفعلا حصل في زمن عثمان كده، ليه عند عمر في عهد عمر لما حصلت القحط والمجاعة وكده ليه ترك التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وما قال الدعاء ده، وإنما جاب الرجل الصالح الحي العباس بن عبد المطلب وقال له قم فادعو؟ ليه أعرض عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما مات؟ لأنه ما بجوز. فلو كان الزيادة ده صحيحة كان الصحابة مالهم؟ كان طبقوا، لأنه التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته إذا كان جائزا التوسل أولى وأعظم وأقرب للإجابة من التوسل بمن يا جماعة؟ بالعباس أو غيره من الصحابة. نعم. بل قال عمر في دعائه الصحيح. أيوة، بل عمر قال اللهم كنا، ليه جاب المقدمة دي؟ كنا نتوسل بالنبي فتسقينا. ليه؟ لأنه الآن انتهى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم، لأنه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بدعاء النبي، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم تعذر التوسل به لأن التوسل كان بدعائه، ويستحيل أن يدعو لهم بعد مماته. بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجذب، حتى الجذب يعني المجاعة والقحط وكده يعني وعدم نزول المطر. نعم. حتى حلف عمر لا يأكل سمنا حتى يخصب الناس، ثم لما يخصب حتى يخصب الناس ثم لما استسقى بالناس قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره عليه. ما في واحد من الصحابة قال لي ليه تركت التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز؟ لأنه كلهم يعلم إنه التوسل كان بتوسله بالنبي صلى الله عليه وسلم تعذر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعذر ليه؟ لأنه كان توسل بشنو؟ بدعاء الرسول، والرسول بعد ما مات ثاني ما يقدر يدعو له. فأقروا كلهم، وده والله من أقوى الأدلة لو كانوا الناس زي دارين الحق. نعم. ولم ينكره عليه أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية، ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس. فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما، ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله. فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته. وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته، وقال له في الدعاء: قل اللهم شفعه في. وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيرهم أن يتوسل بذاته لا بشفاعته، ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته، قال لو فرضنا ذاته إن بعض الصحابة يعني أمر غيره أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بدعة صح؟ قال لو فرضنا الكلام ده ولقينا عمر بن الخطاب وكل الصحابة تركوا التوسل البدعي، التوسل بالميت وبجاهه وبذاته، وتوسلوا بدعاء الرجل الصالح الحي، الحجة مع منه؟ مع عمر ومنه يا جماعة؟ والصحابة، لأنه معهم الدليل. نعم. كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له والله أعلم. كلام متين. عشان كده يا جماعة شوف الأعرابي لو تذكروا الحديث مرة معانا، لما النبي عليه الصلاة والسلام بيخطب يوم الجمعة في المنبر والمطر ما نزل، العربي داخل من باب نحو دار القضاء وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وكذا وكذا وكذا، فادعوا الله أن يغيثنا. يبقى الأعرابي يتوسل بشنو؟ بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنين، الأعمى كان عميان جاء من بيته وتعب وقال: يا رسول الله ادعوا الله لي أن يرد علي بصري، ده توسل بشنو؟ بدعاء الرجل الصالح الحي وهو أصلح الصالحين النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة، عمر بن الخطاب لما مطر ما نزلت جاب العباس وقال كلامه وقال: قم يا العباس فادعو، العباس دعا ربنا، هنا عمر توسل بشنو؟ بدعاء الرجل الصالح شنو؟ الحي. إذن عمر ما فعلوا معه السنة يا جماعة، لو فرضنا صحابي خالف يبقى ذاك محجوج بما فعله عمر وعامة الصحابة، لأن عمر وعامة الصحابة معهم شنو؟ السنة. فهمت يا جماعة؟ ده معنى كلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وكذلك فإن في هذه القصة، القصة دي فيها ملاحظة مهمة، إنه القصة بتقول إنه عثمان بن عفان أمير المؤمنين الرجل الذي استحي منه الملائكة وأرحم الأمة بالأمة في زمنه، يجي رجل يطلب منه حاجة مال أو طعام، قال عثمان لا يلتفت إلى حاجتي، ولحد ما الرجل زهج ولاقى عثمان بن حنيف راوي حديث الأعمى، قال له: تعال أنا بعلمك حاجة. قال له: توضى وقول كده وقول كده وقول كده، لأنه عثمان ما اشتغل به، عثمان بن عفان. كلام ده ممكن؟ دي الملاحظة. نعم. ملاحظة مهمة ذكرتها هذه القصة، وهي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان لا ينظر في حاجة ذلك الرجل ولا يلتفت إليه، وبالطبع هذا لا يتفق مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أن الملائكة تستحي من عثمان، ومع ما عرف به رضي الله عنه من رفقه بالرعية وبره بهم ولينه معهم وخوفه من الله، وهذا كله يجعلنا نستبعد وقوع ذلك منه رضي الله عنه. يعني ما أوريك إنه القصة دي مالها؟ قصة ضعيفة وملفقة ساكت. في طعن في عثمان بن عفان. نعم. بعض الصبية ما عندهم هم يطعنوا في صحابة، يطعنوا في عثمان بن عفان، يطعنوا في ربنا، في النهاية زارين الشريك ده بيحبوا حب شديد خلاص. والله يا جماعة. عشان كده بعضهم قالوا يعني قالوا ليه ربنا ما بيغفر للمشرك؟ لأنه الشرك ده ما فيه شهوة. لكن الزاني شارب البنجو والخمرة ممكن ربنا يغفر له ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، لأنه ده في شهوة دفعته. لكن الأشرك ده مش عشان له تراب وخلى الشاي وخلى الجبن اللي فيها سكر وجنزبيل وخلى عصير البرتقال ومشى شرب تراب الشيخ، الشهوة هنا ده ما دول معفن بس ما شهوة يا أخواني عليك الله، ده ما دول مجرم بس. نعم. بعض الاحاديث الضعيفة انتبهوا يا اخواننا، الكلام ده داير حفظ عديل تر كده. نعم. يحتج الصوفية ببعض الاحاديث الضعيفة والمكذوبة لتجويز التوسل المدعي، وبالتالي هم يريدون ان يجوزوا دعاء غير الله ويجوزوا الشرك بذلك. ومن امثلتها الحديث الاول عن ابي سعيد الخدري مرفوعا: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشيرا ولا باطرا أقبل الله عليه بوجهه. إسناده ضعيف لأنه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. طيب الشبهة وين في الحديث ده؟ أسألك بحق السائلين على، قالوا ده معناته دليل على جواز التوسل بجاه السائلين وحق الصالحين وإلى آخره. الحديث ضعيف لأنه في إسناده في رجل اسمه عطية العوفي. طيب عطية العوفي ده ماله؟ أيوة. قال النووي في الأذكار: وروينا في كتاب ابن السني معناه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعطية أيضا ضعيف. نعم. أحيانا النووي ينبه، الحافظ النووي أحيانا ينبه إنه الحديث صحيح وأحيانا لا ينبه. فهنا لما روى الحديث ده بالذات قال الحديث ده نحن رويناه في كتاب ابن السني من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال لنا عطية ده ماله؟ ضعيف. يبقى الحديث ضعيف لوجود عطية بن العوف في الإسناد، والقال ضعيف منه الحافظ النووي. موضوع انت. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الحديث في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف. وقال ابن حجر في التقريب: التقريب ده تقريب التهذيب، من أعظم وأفضل كتب الجرح والتعديل، كتاب مجلد واحد متوفر في السوق. ويقال إنه ما كان بفارق الشيخ بن باز أبدا، كن بس جنبه الكتاب ده قاعد يقرأ وخطه يقرأ وخطه، وبيساعدك في ضبط أسماء السلف ذاته. مثلا يعني خضر، يعني الضبط ده بيساعدك فيه الكتاب ده، من أنفع الكتب. وبوريك برضه إنه الرجال جرحا وتعديلا، وهو خلاصة الخلاصة، ابن حجر جاء فيه خلاصة الخلاصة بالرجال. نعم. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا، عن عطية العوفي يعني. نعم. وكان شيعيا مدلس، كان شيعي مدلس، ومن تدليسه انه عطية العوفي ده بيقول عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظن الإنسان أنه يروي عن أبي سعيد الخدري زي في الحديث ذا، وهو ما أبو سعيد الخدري الصحابي، هو قاصد الكلبي. الكلبي ده ذو المجرم بيروي عنه، بيمشي يأخذ منه الحديث عطية العوفي. فلما ماذا يقول الكلبي؟ لأنه قال الكلبي، العلماء كلهم عارفين الكلبي ده مجرم،
فبيكني شيخ الكلبي بأبو سعيد فيقول حدثني أبو سعيد. جماعة بيظنوا إنه ده الخدري زي الحديث، وذاك الكلبي ما أبو سعيد الخدري. يعني شبهات والبلاوي دي شغالة من شنو؟ من بدري يا أخوان. وقال الذهبي في الميزان: تابعي شهير ضعيف. وقال أحمد: ضعيف الحديث. وقال أحمد أيضا: بلغ. تحفظ الكلام ده؟ يقول لك ضعفه منه؟ يقول له أحمد فلان فلان. ثاني عنده حجة؟ ما في حجة. وقال أحمد أيضا: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد. قلت: يعني يوهم أنه الخدري. وقال النسائي وجماعة: ضعيف. طيب الصوفية قالوا مشعل إسناده ضعيف لأنه فيه عطية العوفي، صدقناه. عندنا نفس الحديث ده ذاته، وأسألك بحق السائلين عليك ده ذاته، لكن في الإسناد ما في عطية العوفي، من طريق تاني. ها. ورواه النووي في الأذكار بإسناد آخر ليس فيه عطية العوفي، ولكن فيه الوازع بن نافع العقيلي. أيوة ما فيه عطية العوفي، لكن نقول لهم برضو ضعيف لأنه الإسناد الثاني ده فيه منه الوازع ابن نافع العقيلي. نعم. قال النووي في الأذكار: حديث ضعيف، أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي، وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث. ده كمان متفق على ضعفه، الوازع ابن نافع ابن نافع العقيلي، ده متفق على ضعفه وإنه منكر الحديث. قال الذهبي. وقال الذهبي في الميزان: قال ابن عدي: عامة ما يرويه الوازع غير محفوظ. وقال بعض العلماء: الوازع ليس له وازع في رواية الحديث، ما عنده وازع إيماني ذا. نعم. الحديث الثاني عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى دعا بهذا الدعاء: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف. شوف النطق الصحيح زي ما نطق أخونا معتز: فضال ابن جبير، ده اسمه صحيح. نعم. وهو ضعيف مجمع على ضعفه. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: قال ابن عدي، قال: وبكل حق ولك وبحق سائلين عليك. دي شبهينا. والحديث أيضا ضعيف لأنه فيه فضال ابن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نعم. قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال الذهبي أيضا في ميزان الاعتدال: وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به بحال، يروي أحاديث لا أصل لها. وقال الذهبي أيضا في نفس الصفحة: وروى الكناني عن أبي حاتم الرازي قال: ضعيف الحديث. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت: فالحديث شديد الضعف فلا يجوز الاستشهاد به. نعم. نمشي للشبهة الثالثة. أيوة. الحديث الثالث. الحديث الثالث عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هشام أم علي، دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون، فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه فقال، يعني في القبر يعني. نعم. الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلك. شبهة وين؟ بحق نبيك والأنبياء الذين من قبل. أيوة. رواه الطبراني ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء: حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال روح بن صلاح قال: حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال فذكره. قال الطبراني: تفرد به روح بن الصلاح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: حديث رقم كذا وفيه روح بن صلاح.
وثقه ابن حبان والحاكم ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال الألباني رحمه طيب الله. طيب الأيسمي قال الحديث شنو يا جماعة؟ قال الحديث فيه ضعف وبقية رجال رجال الصحيح، يعني الحديث ضعيف. نعم. قال الألباني رحمه الله: وفي قوله وبقية رجاله رجال الصحيح نظر رجيح، ذلك لأن زغبة هذا ليس من رجال الصحيح، بل لم يروي له إلا النسائي. أقول هذا مع العلم أنه في نفسه ثقة. بقي النظر في حال روح بن صلاح، وقد تفرد به كما قال الطبراني، فقد وثقه ابن حبان والحاكم كما ذكر الهيثمي، ولكن قد ضعفه من قولهم من قولهم ولكن قد ضعفه من قولهم أرجح من أمرهما لأمرين. طيب عندنا قاعدة يا جماعة في الحديث في الإسلام عموما، أن الجرح المفسر مقدم على شنو يا جماعة؟ على التعديل. فهنا الحاكم ابن حبان وثقوه روح بن صلاح، لكن ضعف روح بن صلاح جمع من العلماء قولهم أرجح من قول من يا جماعة؟ من قول ابن حبان والحاكم. نعم، لأمرين. أولا أنه جرح مقدم على التعديل بشرطه، ثانيا أن ابن حبان متساهل في التوثيق، فإنه كثيرا ما يوثق. جرح مقدم على التعديل زي ما جرح منه الهيثم وسبق معنا كلامه، والجرح مقدم على شنو يا جماعة؟ التعديل بشرطه، شرطه اللي هو شنو؟ يكون شنو يا جماعة؟ مفسر. نعم، أن ابن حبان متساهل في التوثيق، فإنه كثيرا ما يوثق المجهولين. أيوة، ابن حبان يا جماعة معروف عند المحدثين، عالم وحافظ، لكن متساهل في شنو يا جماعة؟ التوثيق. نعم، فقد ضعفه ابن عدي، وقال ابن يونس: رويت عنه مناكير. رويت عنه مناكير. وقال الدارقطني: ضعيف في الحديث. وقال ابن ماكولة: ضعفوه. وقال ابن عدي بعد أن أخرج له حديثين وفي بعض حديثه نكارة. نعم، يعني الهيثمي ضعف، وكذلك ابن عدي صاحب الكامل ضعف، وابن يونس ضعف، والدارقطني ضعف، وابن ماكولة ضعف. دير كلهم ضعفوا وبينوا سبب الضعف، يعني فسروا جرحهم ليه. يبقى قولهم مقدم على كلامنا يا جماعة الحاكم ابن حبان. نعم، الحديث الرابع، وكذلك الحاكم برضو متساهل، يعني زي ابن حبان. نعم، متساهل في التوثيق. لما اقترف آدم الخطيئة ده انتبه ليه، وده بيجيبوا طوالي شبهة، دي بيكرروها كتير. والحديث بيه شبهتين. الشبهة الأولى إنه بيستدل بيه على جواز التوسل البدعي، بيقولوا آدم يتوسل بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يخلق محمد، وبيستدل بيه على شبهة تانية قالوا فيه دليل على إن محمد خلق قبل آدم، ويستدلون على شبهة الثالثة كمان بيقول لولاه ما خلقتك، يعني قالوا ربنا خلق الجن والإنس ما للعبادة والتوحيد، إنما لمحمد، لأنه قالوا في النهاية قال له لولاه يا آدم شنو؟ لولا محمد يا آدم ما خلقتك. فقلوا ثلاثة شبهات بكرروا كثير. نعم، لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال الله: يا آدم، وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا ربي، لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتبه، دي شبهة بكرروها صوفية جميع المساجد. نعم، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك، علمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الأسماء إلي. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، أدعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. يبقى شبهتنا هنا شنو؟ أدعني شنو؟ بحقه. أدعني بحقه، بيستدل به على جواز التوسل البدعي. نعم، أيوة، وهذا حديث موضوع، ده حديث مكذوب موضوع على الرسول عليه الصلاة والسلام، مع إنه الحاكم في المستدرك قال صحيح، قال حديثه صحيح،
ودي بيجيبها الصوفية برضو، قال لك الحاكم صعب، الحاكم برضو من المتساهلين في التوثيق، لكن الحاكم دائما بيتعقبوا منه الذهبي. فذهبي تعقبوا لما الحاكم قال صحيح الإسناد، قال بل باطل، وبين ليه باطل، وجرحه كان مفسر ومبين فهو مقدم. نعم. وهذا حديث موضوع أخرجه الحاكم في المستدرك، وكذا البيهقي في باب ما جاء فيما تحدث به صلى الله عليه وسلم بنعمة ربه من طريق أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري، حدثنا إسماعيل بن مسلمة نبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا. وقال الحاكم صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب. الحاكم قال صحيح شنو؟ الإسناد. أيوة. فتعقبه الذهبي. فتعقبه الذهبي بقوله بل موضوع الحديث مكذوب باطل، موضوع وضعه الوضاعين، ما قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعبد الرحمن واهن، وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو. نعم. ليه باطل؟ لعلتين. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ماله واهي، وده جرح مفسر لأنه قال واهي. اثنين قالوا عبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو. والفهري هذا أورده الذهبي في ميزان الاعتدال، فأورد هذا الحديث وقال عقبه يعني بعده طوالي ميزان الاعتدال كتاب للجرح والتعديل. الذهبي جاب الحديث ده هناك، وبعد ما انتهى منه طوالي علق قال شنو؟ وقال عقبه خبر باطل رواه البيهقي في دلائل النبوة. خبر باطل ما صحيح، ما حصل لا تحت العرش ولا كان مكتوب، كله ده كذب ما حصل. نعم. قال البيهقي تفرد به عبد الرحمن بن زيد. والحاكم ما هو معصوم، وحافظ وعالم، لكن ما هو هنا يا جماعة معصوم. قال البيهقي تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، ده سبب تاني برضو. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه. نعم. حاكم الرواو في المستدرك وقال صحيح الإسناد، دي من الأشياء لأخذوها العلماء وأنكروها على من يا جماعة؟ من الأشياء عفوا لأنكروها العلماء على الإمام على الحافظ الحاكم رحمه الله تعالى. ليه؟ لأن الحاكم نفسه في كتابه قال المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم، جاب حديث فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وقال قال قال حديث قال روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه حديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة إلى الحمل فيها عليه. يعني هو هناك جرح شنو يا جماعة؟ جرح عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم لما روى عن أبيه الحاكم نفسه، لكن لعله وهم أو نسى، وما سمي الإنسان إلا لنسي. فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة إلى الحمل فيها عليه. قلت وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم، يخلط كثيرا. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب شوف الخامسة. الحديث الخامس قال الحافظ، ودي برضو من 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 أكثر الشبهات عند الصوفية جميعا بيكرروها رقم خمسة دي، ودي جابها محمد المنتصر الإزيرك للهواري في التلفزيون، وداك ما قدر يرد عليه. دي ذات. نعم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، في الفتح يعني فتح الباري. نعم. برواية أبي صالح السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر، فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتى الرجل في المنام فقيل له ائت عمر الحديث. وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. قال الألباني رحمه الله معلقا على هذا الأثر قلت والجواب من وجوه.
الأول عدم التسليم بصحة هذه القصة، لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط، وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح، وقد أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر راويا عنه غير أبي صالح هذا، ففيه إشعار بأنه مجهول، ويؤيده ابن أبي حاتم نفسه مع سعة حفظه واطلاعه، لم يحكي فيه توثيقا فبقي على الجهالة. ولا ينافي هذا قول الحافظ بإسناد صحيح برواية أبي صالح السمعاني، لأننا نقول إنه ليس نصا في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح ولقال رأسا عن مالك الدار وإسناده صحيح، ولكنه تعمد ذلك ليلفت النظر إلى أنها هنا شيئا ينبغي النظر فيه. والعلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب، منها أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله لما فيه من إيهام صحته، لا سيما عند الاستدلال به، بل يريدون مما فيه موضع للنظر فيه، وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه الله تعالى هنا، وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن أبي حاتم، وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهالته والله أعلم. وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة، ويؤيد ما ذهبت إليه أن الحافظ المنذري أورد في الترغيب قصة أخرى برواية مالك الدار عن عمر، ثم قال رواه الطبراني في الكبير ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون ومالك الدار لا أعرفه، وكذا قال الهيثمي. طيب قال لك الرواية دي ضعيفة وشبهاتهم وين؟ دي بيستدلوا بها على شبهتين: جواز التوسل بالموتى وجواز دعاء الموتى، لأنه قالوا الرجل ده جالي قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد استسقي، أو يا كده يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، بيتكلم مع الميت، ودي من الشبهات بتاعتهم اللي بينشروها بكثرة. الشبهة دي انتبه لها جيدا. والبغرهم إنه الحافظ ابن حجر قال وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، قال الحافظ ابن حجر صححه، كيف تضعفيته؟ والحافظ ابن حجر ما صححه أبدا، الحافظ ابن حجر قال وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، تم الكلام، لازم يتم الكلام بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار، يعني من بداية السند أجابوا الحافظ ابن حجر الرواه ابن أبي شيبة عند الحافظ صحيح، لكن ما لحد نهايته صحيح، لحد وين؟ لحد أبي صالح السمان. فلو كان السند ده صحيح عند ابن حجر من بدايته لنهايته كان قال بإسناد صحيح من رواية مالك الدار هناك، لكن وقف قبله، القبلي مالك الدار منه؟ أبو صالح السمان. فالحافظ ابن حجر قال لك لحد أبو صالح السمان صحيح، لكن البعديه ده مالك الدار ده أنا ما تكلمت فيه، ما قلت صحيح. ده بيشعرك بيحسسك بشنو؟ جهالة منه؟ مالك الدار عن منه؟ عن الحافظ ابن حجر. إذا نقول لهم تصحيح الحافظ ابن حجر الجبتو ده حجة عليكم، ما حجة عليكم، لأنه تصحيح الحافظ ابن حجر بس لحد ذكر وين؟ أبي صالح السمان، أبو صالح السمان ما مشى لحد مالك الدار. ونحن مشكلتنا معاكم في مالك الدار، وده ما وثقوا الحافظ ابن حجر، إنما لحد أبي صالح السمان. عشان كده شوف من علم وأمانة الحافظ ابن حجر قال بإسناد صحيح من رواية أبي مالك السمان أبي صالح السمان عن مالك الدار، لكن صحيح لحدينا بس لحد السمان. فدي الجزئية الأولى بتشعرك بجهالة منو؟ مالك الدار. واحد. السبب الثاني أو الحجة الثانية اللي بتشعر بجهالة مالك الدار، الشيخ الألباني قال لك ابن أبي حاتم مع سعة علمه بالجرح والتعديل واطلاعه على الرجال
وإنه ذاك مجروح وذاك معدل، ما حكى لما روى الأثر ده ما حكى توثيق في منو يا جماعة في مالك الدار برضو زي الحافظ ابن حجر، ما حكى به توثيق برضو، ده ما يشعر بجهالته قال الألباني فبقي على الجهالة. طيب كذلك الحجة الثالثة إنه الحافظ المنذري اللي عنده كتاب الترغيب والترهيب روى قصة تانية غير دي في إسناده في مالك الدار ده ذات وفوق الإشكال، ودي حجة أوضح انتبه ليها، في إسناده في مالك الدار ده ذات لما رواه الحافظ المنذري قال رواه الطبراني في الكبير ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون ومالك الدار لا أعرفه. يبقى العلماء ده كلهم ابن حجر ابن أبي حاتم عن أبيه والحافظ المنذري كلهم هذول قالوا ما نعرف، زي زول ساكن قالوا ساكن في الحلة دي سألت العمدة قال ما بعرف، سألت رئيس اللجنة ولا اسمه شنو سموها شنو هسه الخدمات قال ما بعرف، إمام الجامع قال ما بعرف، بيت الخمرة قال ما بعرف، يعني لا بيمشي الجامع لا بيمشي الإنداية لا ما بيجي لو بعرف، يبقى ما فينا هذول ما في ولا كيف. طيب كذلك الهيثمي برضو نمرة أربعة، الهيثمي برضو قال لا أعرف مالك الدار، أنا ثاني بعرفه منه اللي بعرفه ده اللي يجيبوا لنا الصوفية، بعرفه البرعي مالك الدار ده بعرفه منه، وأي سند فيه رجل مجهول معناته السند شنو؟ ضعيف اللي يجي من طريق ثاني أو كده ضعيف ما صحيح. نعم الثاني أنها مخالفة ده السبب الأول بجميع الحجج اللي ذكرناها دي إن الرواية دي شنو يا جماعة؟ ضعيفة. طيب قبل ما نمشي للسبب الثاني وعرفنا ان الرواية ضعيفة، الرجل ده مجهوله أجل القبر ده قول السند كله صحيح العدي مالك الدار ذاته صحيح، الرجل ده زول جه وقف في القبر وقال استذكر أمتك محمد فإنهم قتلكوا وفات شان إعلاته وفات، هم من الرجل ده شان ناخذ منه دين يا جماعة مجهول، قام هم جابوا شوفوا قالوا لا 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 سيف في كتاب الفتوح قال ده بلال بن حارث المزني وبلال ده صحابي، فعلا بلال بن حارث المزني صحابي كما قال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة صحيح صحابي هو، ودي الجابة لزيرك للهواري قال له ده صحابي، وبن باز قال لي قال الصحابي ده مشرك فتح له الكتاب قال له شوفه ده قال له شفته هاي، وبقى بن باز كفر الصحابي كده ما فاهم المسألة من كوعة من بوعة. المهم أول حاجة ابن باز ما كفر الصحابي قال يا أخي ده بيستبعد وقوعه من صحابي التصرف ده يستبعد، قال ولو فرضنا فعل صحابي يبقى الصحيح ما أجمعوا عليه الصحابة الآخرين، هذا عمر لما استلقى بدعاء الرجل الصالح وإنه ما كان بيأتوا للقبور بيتكلموا عن الميت وواوا ده كلام ابن باز ذاك بالتكبر بتاعه الحزبي بدل يا أخي لو قال الله أعلم سأل يورد بطننا ما فينا وفوق كل ذي علم عليم، لكن الكذب وين؟ قال لي شفتوا هاي ارجع المناظره اغرى جات الدنيا كلها جات. طيب المهم الخلاصه انه الرجل ده ما معروف الصوفيه قالوا لا لا ده صحابي بلال بن حارث المزني منو قال كده؟ قال لك سيف في كتاب الفتح سيف ده منو؟ سيف ده سيف ابن عمر التميمي ده زول سيء روى مطيا عن يحيى كما نقل الذهبي بالميزان قال فلس خير منه طرادة خير منه قال، وقال أبو داود ليس بشيء ده ما عنده حاجة سيفي سيف هو سيف ابن عمر التميمي إخباري تالف بينقل أخبار كثيرة تلقاها منقولة، ودي الأخبار جاب الدجال عشان يسببها الصحابة أنه اقتتلوا بشنو السلطة كلها من رواية سيف ابن عمر التميمي أو محمد ابن عمر الواقدي أو أبو مخنف، الألباني قال لك ديل كلهم إذا لقيت أي أثر عن طريقهم الأثر ده ما صحيح ديل كلهم مستهبلين. نعم الثاني أنها مخالفة طبعا أتبع الدجال يقول لك جاب كتب كيف يعني المسألة في كثرة الكتب المسألة بصحة المعلومة يا جماعة. نعم الثاني أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماء كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة
وأخذ به جماهير الأئمة، بل هي مخالفة لما أفادته الآية من الدعاء والاستغفار، وهي قوله تعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا ما فعله عمر بن الخطاب حيث استسقى وتوسل بدعاء العباس كما سبق بيانه. وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابهم القحط أن يصلوا ويدعوا، ولم ينقل عن أحد منهم مطلقا أنه التجأ إلى قبر النبي. الثالث: هب أن القصة صحيحة فلا حجة فيها، لأن مدارها على رجل لم يسمى فهو مجهول أيضا، وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شيئا، لأن سيفا هذا هو ابن عمر التميمي، متفق على ضعفه عند المحدثين، بل قال ابن حبان فيه: يروي الموضوعات عن الأثبات، وقالوا إنه كان يضع الحديث. توضع كذاب، كان يضع الحديث، ما يؤخذ منه أي رواية. فمن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة، روايته ولا كرامة، لا سيما عند المخالفة. وذكر الذهبي عن سيف بن عمر التميمي هذا في ميزان الاعتدال قوله: وروى مطيا عن يحيى: فلس خير منه. ده خير منه طرابة وشلم. نعم، تعرف الشلم يا محمد؟ وقال عنه أبو داود: ليس بشيء. الحديث السادس: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله. ده برضو شوفها بكرروها بكرروها، يبون في التلفزيون يقول لك توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، مش كده؟ يقول لك الرسول قال كده: فإن جاهي عند الله عظيم. وهذا الحديث لا أصل له. أنت عارف كلمة لا أصل له يعني شنو؟ وممكن ضعيف باطل يكون موجود في بعض الكتب بتاعة الحديث، العلماء بيقولوا انه ضعيف موضوع، لكن لا اصل له، ده ما موجود اصلا، ما موجود وين؟ في كتب الحديث يا جماعه، البخاري، مسلم، وداود، النسائي، الترمذي، مسلم الامام، مسلم كده، معجم الطبراني، الكبير، الصغير، الاوسط، كتب الحديث المعتمد عند المسلم ما في، خليه ضعيف ولا ما في اصلا، ما يخشك الصوفي زي ما بقول الازيري، وراه صاوي في البلغه، بلغه بتاع ده ما معتمد، ولا بنعرف الصاوي بتاع زيوت غيره، ما بنعرف، نحن بنعرف كتب المسلمين، ما يغشها. لما نقول لك لا اصل له يعني لا وجود له في كتب المسلمين المعتمده، كتب الحديث يعني السنن والصحاح والمسانيد والمعاجم، ما في الكلام ده، ما في اصلا. وقد نص على ذلك زي النظافه من الايمان، ويوم صومكم ويوم نحركم، دي كلها لا أصل لها. وإن الله لا ينظر، دي بقول لها أنصار السنة استووا، إن الله لا ينظر إلى صف الأعوج، ما في نظر الله، لا أصل له، ده لا أصل له. نعم. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: وهذا الحديث كذب، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث. نعم، الكلمة الكلام ده فيه تنبيه يا جماعة. شيخ الإسلام قال بملء الفم، قال لك الحديث ده كذب وما موجود في شيء من كتب المسلمين أبدا، لأنه اطلع على الكتب كلها. أحيانا أنت تناقش لك واحد علماني شيوعي صوفي يقول لك قال رسول الله، وأنت ما عارفه قال ولا ما قال، لكن الحديث ده بقى لك غريب، أوعك تتجرأ تقول له لا يوجد، والله يمرق لك الكتاب من الشنطة إلا تقوم جاري. ما تقول خلاص ابن تيمية قال عن حديث توسلوا بجاهي ما موجود، يبقى أنت أي حديث غريب عليك ما موجود، يمكن موجود لكن ضعيف، موجود لكن مكذوب، موجود لكن صحيح، والمشكلة في الفهم. عرفتوا يا جماعة؟ برضو ما تنكر حاجة أنت ما عارفها، دي نقطة مهمة جدا بالذات في النقاش والمناظرات وغيرها، ما تنكر حاجة أنت ما عارفها. لكن الآن احنا بننكر حديث توسلوا بجاهي لأنه عندنا شنو؟ عندنا ما نستند عليه، لكن أحيانا أنت ما عندك ما تستند عليه، وحديث قد يكون في صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، لكن المشكلة في فهم الحديث. يجيبوا لك العلماني ولا الشيوعي ولا الصوفي ولا الشعبي ولا غيره، وأنت تكون ما اطلعت عليه،
لكن هو ده يغشك في الفهم، يلف عليك المعنى كده عشان يخدم البدعة بتاعته. والحديث ما بيخدم بدعة، لكن الشاهد انك انت ما سمعت به، اوعك تقول ما في، لانه مرق الكتاب يبقى انت الا تشتت بعد. صح ولا ما صح؟ تكون لخبطت الدنيا كلها جدا. ولا ذكره احد من اهل العلم بالحديث، مع ان جاهه عند الله تعالى اعظم من جاه جميع الانبياء والمرسلين. الحديث السابع، قال شيخ الاسلام ابن تيميه، وبرضه ما تنكر ان الرسول عنده جاه عند الله، لانه جاه النبي عليه الصلاه والسلام اعظم جاه عند الله. صوفيا ما يجننوك بالحديث توسلوا بيه تقول ما عنده جاه ذات، تكفر طبعا. انت وصاحبك ذاك وتركب سرج واحد، انت والبدار شو ذات؟ عرفتها؟ نعم. فالانبياء عندهم اعظم جاه عند الله، وكان عند الله. نعم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه، وهذا زي ده قال هو عامي طبعا، وفي واحد سلفي قالوا كل ما يتكلم عن التوحيد الصوفيه بيدقوه بيدقوه. فيوم يا اخ شعرته الحميه ساي بس زعلان لزول المسكين ده، قال لهم والله البهبش وانا بدقه قوي ده. قالوا ليه يا اخ ده بينكر الاولياء؟ قال لهم ما في انبياء ذات بس واحد يا فالزول ما ينكر ذاك، وما يشيلوا الحميه انه ينكر له حاجه اصلي من اصول الدين، حاجه موجوده. وهذا كله نقله القاضي رياض من كتب أصحاب مالك المعروف، ثم ذكر الحكاية بإسناد غريب منقطع رواها من غير واحد إجازة. قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهات قال حدثنا أبو الحسن علي بن فهر حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرح حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا ابن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله أدب قوما فقال تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر فقال يا أبا عبد الله استقبل القبلة وادعو، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله. قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قلت وهذه الحكاية منقطعة، فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور، فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 58 و100، وتوفي مالك سنة 79 و100، وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة 48 و200، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه. يعني شنو الكلام ده؟ يعني محمد بن حميد الرازي ما أدرك شنو مالك، بيناتهم سنين طويلة ما أدرك أصلا. نعم. وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث. ويكفيك أنه تقول لهم محمد بن حميد أو حميد الرازي ضعيف عند أكثر أهل الحديث، وحجيك منومن أهل الحديث أضعفوه وكذبوه. نعم. كذبه أبو زرعة وابن وارة ذل من علماء وأئمة الحديث، كذبوا محمد بن حميد الرازي. يبقى القصة دي شنو يا جماعة؟ ما صحيح. فيقول لك مالك، الإمام مالك قال لي أبو جعفر المنصور لما تصري وجهك عنه فهو وسيلتك وسيلة أبيك آدم، شنو صحيح بالحديث الباطل الكبير؟ يقول له حديث شنو يا جماعة؟ القصة دي كلها ما صحيح. نعم. وقال صالح بن محمد الأسدي
ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه. وأحذق بالكذب سبحان منه. سبحان الله، قال ما رأيت أحد أجرأ على الله، يعني من محمد بن حميد الرازي، وأجرأ وأحذق بالكذب منه. ثاني في شو؟ يعني في ناس كذابين كتار لقاهم، لكن ما لقى واحد أقدر منه. وقال يعقوب بن شيبة كثير المناكير، وقال النسائي ليس بثقة، وقال ابن حبان ينفرد عن الثقات بالمقلوبات، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال وكذبه أبو زرعة، وعن الكوسيح وعن الكوسيح قال أشهد أنه كذاب، فالقصة غير صحيحة. الحديث الثامن وكذلك الحديث الذي يروى عن عبد الله بن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أتعلم القرآن وتفلت مني، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك. ده فيه توسل بشنا يا جماعة؟ بالأنبياء كله. وعيسى نعم وعيسى روحك وكلمتك وبدورات موسى روحك. وعيسى روحك وكلمتك وبدورات موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضائه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق هذا الحديث في قاعدة جليلة هذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري في جامعه ونقله ابن الأثير في جامع الأصول ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين لكنه قد رواه من صنف في عمل اليوم والليلة كابن السني وأبي نعيم. وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء. ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون بن عنترة. قلت عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب، قاله يحيى بن معين، وقال السعدي دجال كذاب، وقال أبو حاتم بن حباب يضع الحديث، وقال النسائي متروك، وقال البخاري منكر الحديث، وقال أحمد بن حنبل ضعيف، وقال ابن عدي له أحاديث لا يتابعه عليها أحد، وقالت دار قطري هو وأبوه ضعيفان، وقال الحاكم في كتاب المدخل عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة وأخرجه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات. هو السعدي قال دجال كذاب وغيره جرحوه، قال القصة دي كلها ما صحيح. وقال الذهبي عنه في ميزان الاعتدال قال أحمد عبد الملك ضعيف، وقال يحيى كذاب، وقال أبو حاتم متروك ذاهب الحديث، وقال ابن حبان يضع الحديث. الحديث التاسع حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده عن ابن عباس مرفوعا أنه قال من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الريق وليصم ثلاثة أيام وليكن إفطاره عليه ويدعو به في أدبار صلواته اللهم إني أسألك بأنك مسؤول ولم يسأل مثلك ولا يسأل مثلك وأسألك بحق محمد النبي وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقب إيراده هذا الحديث
وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين. قال أبو أحمد بن عدي فيه منكر الحديث. وقال أبو حاتم بن حبان دجال يضع الحديث. وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل. ونقل عنه ابن عدي أحاديث من روايته ثم قال بعدها هذه الأحاديث بواطيل. إذن هذه الأحاديث كلها غير صحيحة لا يستدل بها على هذا التوسل البدعي. وهناك آثار رويت عن السلف وهي ضعيفة أيضا لا يعتد بها، ومنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا، وهم عبد الله ومصعب بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان، وذكره ابن أبي الدنيا في كتابه مجاب الدعاء، ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي أنه قال لقد رأيت عجبا، كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان، فقال القوم بعد أن فرروا من حديثهم ليقوم كل رجل منكم وليأخذ بالرهن اليماني وليسأل الله حاجته فإنه يعطى من سعة. ثم قالوا قم يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. فقام فأخذ بالرهن اليماني ثم قال اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم، أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك وحرمة نبيك ألا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز ويسلم علي بالخلافة. ثم جاء فجلس، ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليماني ثم قال اللهم إنك رب كل شيء وإليك يصير. وذاتوا القصة دي بتصور الصحابة إنه دارين شنو؟ دنيا. دارين الدنيا ودارين الملك. أيوة. وإليك يصير كل شيء. دي لو لقاها دجال كان يستدل لباس. هو ضعيف. أسألك بقدرتك على كل شيء ألا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق وتزوجني سكينة بنت الحسين. ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن اليماني ثم قال اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ذات النبت بعد القفر، أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك، وأسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك. بحق الطائفين حول عرشك وبحق نبيك الآخر، أو توسل بدعي يعني. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قلت وإسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان الثوري كذاب. قال أحمد بن حنبل كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه. وقال أبو حاتم كذاب. يعني الحديث ده ماله؟ القصة دي ماله؟ موضوعة. نعم. وقال إسناده كذاب، هو إسماعيل بن أبان الغنوي. أيوة. وقال الذهبي إسماعيل بن أبان الغنوي الكوفي الحناط كذبه يحيى بن معين. وقال أحمد بن حنبل كتبنا عنه عن هشام بن عروة، ثم روى أحاديث موضوعة عن فطر وغيره فتركناه. قال ابن حبان كان يضع الحديث على الثقات. وهنالك حكايات عن بعض الناس في التوسل البدعي وهي غير صحيحة أيضا، مثل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وروي في ذلك أثر عن بعض السلف، مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعاء قال حدثنا أبو هاشم سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول ابن رفاعة يقول جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر. أيوة دي برضو بيجيبها لذلك تاعت أبجر دي، وبيجيبها حامد بابكر برضو. نعم. فجس بطنه فقال بك داء لا يبرأ. قال ما هو؟ قال الدبيلة. قال فتحول الرجل فقال الله 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 ربي لا أشرك به شيئا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما،
يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي. قال فجس بطنه فقال قد بريت ما بك علة. وهذا يعني توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد شنو؟ بعد وفاة. نعم. وهذا الأثر نقله ابن تيمية في قاعدة لأن هم بيقول لك ده نقلوا ابن تيمية شيخ قمزات وكيف تقول ضعيف؟ ابن تيمية نقلوا لكن نقلوا بأبيات صيغة. نعم. في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة وقد نقله بصيغة التمريض التي تدل على أن ابن تيمية يضعف هذا الأثر. كده فوق أنا قلت لك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وروي ابن تيمية جاب اللفظة دي كده في كتاب القاعدة الجليلة جاب القصة دي بشنو يا جماعة؟ روية أو الأثر دي جابه بروية وروية دي اسمها صيغة شنو؟ تمريض تدل على التضعيف. نعم. فقد قال وروي في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه ثم ساق القصة مما يوضح تضعيف ابن تيمية لها. وقبل ذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله كلاما يدل على تضعيفه لهذه الحكايات كلها بما فيها هذه الحكاية حيث قال في بداية حكايته وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه ادعو بكذا وبكذا ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء. وقد ذكر بعض هذه من جمع في الأدعية وروي في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه ابن أبي الدنيا ثم ساق الحكاية مما يدل دلالة. طيب إذا كده ابن تيمية قبل ما يذكر القصة دي ذكر قبلها قصص ودي من ضمنها في نفس الباب في كتاب قاعدة جليلة لما ذكر القصص في البداية قال شنو؟ قال وفي الباب حكايات عن بعض الناس الحكاية بتكون دليل وبعض الناس ما عن الرسول شفت كيف؟ عن بعض الناس وقال أنه رأى مناما قيل له كذا وكذا ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق الفقهاء وجاب قصتنا دي من ضمن الحكايات التي لا تجوز أن تكون دليلا باتفاق شنو يا جماعة؟ الفقهاء. فده بوريك إنه ابن تيمية القصة دي مالها جاب مثال إنها ضعيفة. الصوفي لو عرف إنك أنت ما قاري كتاب ابن تيمية قاعدة جليلة بيجيب لك الكتاب ذاته بس بيقرأ لك القصة دي بس يقول لك عين الغلاف ده كتاب منو؟ مش شيخكم ابن تيمية أهو ده قاله كيف ها شيخكم مشرك أنت بتقولوا إحنا وقع شيخكم مشرك والله يجهجه لكن لازم تكون عارف إن ابن تيمية جابها كمثال ونموذج للحكايات اللي هي في كتاب لا سنة عن بعض الناس لا عن الرسول لا عن الصحابة وإنه قال لك ما بيجوز تكون دليل باتفاق الفقهاء دي واحدة منهم لما ترجع لكلامه في أول الفصل ورا مما يدل دلالة واضحة على أن ابن تيمية أورده من أمثلة الآثار والحكايات التي لا تصح ومما يدل على ذلك أيضا قوله عند إيراد الحكاية وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع في الأدعية ثم ذكر الحكاية وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قد برضو لما جاب الحكاية دي قرب عليها قال ذكر بعض الحكايات دي من جمع في الأدعية وابن تيمية عنده رأي في الكتب جمعة الأذكار والأدعية الما محق الما فيها تصحيح وتضعيف. نعم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قد أصل قبل صفحات من هذا الكلام أن هذه الكتب التي جمعت الأدعية والأذكار قد كثر فيها الأحاديث الموضوعة لذلك لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة ونقل الاتفاق على ذلك فقال شيخ الإسلام لكنه قد رواه من صنف في عمل اليوم والليلة كابن السني وأبي نعيم وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء ولو فرضنا صحة القصة فإن هذا الفعل من رجل لا يصلح أن يكون دليلا لأنه ليس كتابا ولا سنة بل هو تصرف من رجل لم نؤمر باتباعه أبدا
لا سيما وهو يخالف الكتاب والسنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. أي بعدين الرجل ذا جماعة له نبي له رسول له، جاب آية من القرآن قال في رجل مش كده؟ نعم. جاء إلى عبد الملك بن سعيد بن أجبر بن أبجر فجس بطنه، أبشري بطنه، قال لي بك داء لا يبرأ، فقال ما هو؟ قال الدبيلة. فتحول الرجل فقال: الله الله الله، زي ذاك الدجال الصحابة، ربي لا أشرك به شيئا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد. الرجل ده منو علاقتنا علاقتنا به؟ ما عندنا به علاقة يا إخواننا، عندكم به علاقة؟ ما عندنا به ولا هو دليل ذاته، ده لو إسناده صحيح وهي قصة باطلة، لكن قوله صحيحة لحد آخر زول. وجاء بعد ذاك الرجل ده وعنده وجع بطن، نحن ما لناه ماله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما كون الدعاء استجيب فهذا أيضا لا يدل على أنه سائغ في الشريعة. ده طبعا في على فرض أن القصة ماله صحيحة، ودعا وقال له شركوا في شيء، ودعا وقام ربنا شفاه، ودعا بالتوسل البدعي ما بالسنة، وربنا شفاه. حتى لو حصل قدامك زول دعا دعاء بدعي قدامك كده وكان بطرش، أول ما دعا دعاء بدعي قام طراش وقف وقام مشى البيت، ده ما معناته انه تصرفه ده شنو يا جماعه؟ صحيح. شوف ابن تيميه قال شو. نعم. فقد قال شيخ الاسلام، وده برضه الان يقول لك قبة فلان طلعت لبن، او جا صورة الشيخ نور كده في الحيطه، انت ما تقول ده كده ما حصل، هلا ودوك وروك حصل، ممكن يحصل، لكن احنا خلافنا مش انه ما بيحصل، خلافنا انه اذا حصل دي كرامة للرحمن ولا خزعبلات من الشيطان؟ دي خزعبلات من الشيطان، ده نحن كلامنا كده. لا ندل ما أولي زادوا عشان ربنا يكرمهم بكرامة، دي المستافرين. دول بيقول أجود على أم لترحم طفلها فرحمة من في الكون من بعض رحمة. ده ممكن يكون ولي صالح بمنهج ده؟ ده مشرك. بعد ده ما دي ما ده شغل شيطان اللي حصل ليه ده. ممكن الشيطان يطلع منه لبن. ممكن بالمناسبة. وممكن يعمل صورة الشيخ في الحيطة، ممكن، أنت ما تقول ما ممكن زي ما سبب الدجال، ممكن، لكن ابن تيمية قال ده شغل الشياطين، قال كان بيجوني ناس مسافرين، ابن تيمية قال كده، وضلوا في الطريق، يجوا ربنا ينجيهم يجوني يقول لي لقد رأيناك في الفضاء، صورتك ذاتها، وتقول لنا لفوا يمين، لفوا شمال، لحد ما وصلنا البيت ونجينا. فأقول لهم ذاك شيطان. ده شيطان ده ما ابن تيمية. فالشيطان داري يحلهم من الضيعة في الشارع ويركبهم من الضلال والضيعة في العقيدة، يعبد ابن تيمية. فمن فقه ابن تيمية يقول لهم شنو؟ وفعلا ده شيطان. فيا جماعة بيحصل الكلام ده، لكن من الشيطان ما من الرحمن. وأحيانا يكون ما من الشيطان، الجن ذاته، يكون الحوار ده بتاع الشيخ ده شيطان وذاته مجرم. زي واحد قال مشى القبة ومتى سافرنا كده جهة الشرق، واحد حكى لنا قال سبب هدايته مشى القبة ودار يشيل تراب من جوا، عندهم جحر جوا الضريح بيشيلوا التراب يشفوه يتمسحوا، قال دخلت دي واحد جراني من جوا، قالوا ليش الشيخ جراك؟ قال انا جريت وقربت خلاص افوت احلق صاموله مره، قال لما جريت قال فجأة ربنا الهمني التفت ورا، قال لقيت الحوار الجراني ده مجنون معروف، قال في الحلة لقيته بيتنفض وطالع من القبة، قال راقي جوا هو جراه يا اخواننا، هم ذاتهم بتاعين دعايات وبتاعين شغل غريب بيسووه. وزي ذاك التاب ذاك عملها فينا احنا ذاتنا، قال كنا احيانا هو ساحر كان، لكن قال احيانا في حاجات ما سحر، من الشباب الناس ساحر ما الناس جهله، جاب سلكين بتاعين كهرباء، وين ابن عمر؟ وين ابن عمر؟ بخيل ها؟ قاعد وين؟ يا ابن عمر قال جاب سلكين، واحد ارضي واحد ناري موصلين الكهرباء، وهو لابس تعد شبشب عازل يعني من الواطة، ومسك واحد لو كان زاح الشبشب وهبش الواطة بيطقه مش كده؟ لانه بيوصل توصيله كامله، ماسك واحد وتعد لابس حاجه مركوب جزمه، ماسك واحد وجابوا لمبه البيان دي خدتوها فيه وده خدت صباعه بورق مش بنور كده؟ نور، قالوا دولي كهربته عاليه قال بنور. وهي عملية شنو يا جماعة؟ عملية كهربائية تحرك دش ده الموضوع كله. ففي أحيانا ما موضوع سحر، أحيانا موضوع كذب،
وزي ذاكر من الناس ممكن يكون صاحب الباشر لون بالعكاز ده ود المرين، وممكن يكون كذب انه البرميم ده المتفقين معاه ده محمد حواره وده احمد حواره وده جاد الله حواره، عارفهم انت بنلاقي في يمين وانت شمال بيجي بعاين لهم ده عبد الله بيعمل له كده ده بيقع برضه ممكن، وممكن يكون عنده سحر برضه في شغلته دي، لكن ده ما كرامه من الرحمن يا جماعه، اما لف دوران من الباب ده واما شنو واما سحر. فقد قال شيخ الاسلام وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود يدل على انه سائغ في الشريعه، فان كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب المخلوقين ويحصل ما يحصل من غرضه. نعم والله ممكن كل زول يدعو صاحب القبه ذات انه مرتي ما ابتلد وانجبني وابزعني، فربنا ذا يفتن ويضل زياده، امشي يقعد مع المراه كم يوم تحمل. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. الناس ربنا بيزيدهم زيادة عشان يضلوا فيفتنوا. وثاني انت ما تذكر له من الآيات يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، والله كأنك بتنفخ في رماد. قرآن ما بيصدقوا لأنه بقول لك أنا جربت ودعيت الشيخ والشيخ اللي اداني الجنة. هو ما يعلم انه الله الادى والجنه، لكن ربنا دار يضل زياده. نعم. وصدق شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، فالدين ليس تجاربا وانما هو اتباع. فالدين ليس تجاربا وانما هو اتباع، فليس كل من جرب شيئا جعله سنه وشريعه تتبع، فتضيع شريعه الله جل وعلا. ولكن العجيب ان هؤلاء الصوفيه يأتون بهذه الآثار والحكايات التي فيها التوسل البدعي ليستدلوا بها على جواز الشرك بالله تعالى من دعاء غير الله والاستغاثة بغيره تعالى، فشتان بين مشرق ومغرب والخلاصة أن التوسل المشروع ثلاثة أنواع: توسل بأسماء الله وصفاته، وتوسل بالعمل الصالح الذي قام به الداعي نفسه وتوسل بدعاء الرجل الصالح. وهذه الأنواع الثلاثة هي التي يدل عليها الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم. وقد أدخل الصوفية وغيرهم الشرك ودعوا غير الله تعالى واستغاثوا بغيره تعالى بدعوى أن هذا هو التوسل وكذبوا، فخلطوا بين التوسل وبين دعاء غير الله تعالى فضلوا وأضلوا، مستدلين على ذلك بأحاديث ضعيفة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وتركوا الآيات المحكمة المحكمة البينة في النهي عن دعاء غير الله وتركوا الآيات المحكمة البينة في النهي. ليه؟ لأنه الآيات مفعول به منصوب بالكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. نعم، فهي منصوبة لكن بالكسرة، عشان كده الآيات المحكمة البينة. المحكمة البينة صفة ونعت للآيات، والآيات ما يغرك إنها هي مكسورة لأنه هي منصوبة بالكسرة. وتركوا الآيات المحكمة البينة في النهي عن دعاء غير الله تعالى، والقرآن مليء بهذا وكذا السنة الصحيحة، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: من هم العلماء الصغار في الكويت ومصر والإمارات؟ والله أنا ما بعرف، أنا بعرف العلماء المعروفين، وعدم معرفتي ما معناته ما في علماء، لكن بدلك للمعروفين الموثوقين عند جميع المسلمين: شيخ ابن عثيمين من مات، والشيخ الألباني وابن باز، ومن وكان حيا الفوزان، والشيخ ربيع، والشيخ محمد بن هادي، والشيخ اللحيدان،
والشيخ العباد الكبير محدث المدينة، فديل بدلك عليه وغيره من العلماء. ما شايف في سؤال في الموضوع بتاع ال في موضوع ال الدرس؟ لا مو صحيح، ما يجوز الأخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ولا في غيرها. قال الشيخ الألباني: لأن في الصحيح غنية عن الضعيف. لكن الموضوع داير علم واطلاع، أي حاجة في فضائل الأعمال فيها أحاديث صحيحة وآيات صريحة، لكن بعدين يبقى حسب علم الزول، حصل الكلام ده ولا ما حصل. نعم أيوة حيث. جزاكم الله خير، وأقروا الكتاب ده يا جماعة، كرروه.